عليكم. بلاصة جديدة نعاود نفلوغي. المهم خاوتي ما قدرتش نفلوغي لكم البارح ولا في الطريق بيسك كنت غلبان وكي العادة ما رقدتش انا اروى انا وليد دوكا رانا في الصيف ورانا جايين ندور ونديروا لكم فلوغ ان شاء الله الفلوغ هذا يعجبكم ونخليكم مع اللقطات اللي صورناها يا خوتي اول بارك مول واني نسنى او الطفل اللي سنى فيا فما اللي راح نتلاقاو به ندير معاه فيديو ان شاء الله يعجبكم انا رايحين يا خوتي رانا عند وائل صابروز عبد الملك جبان ايه وليد اوي قمت راي عطيناه دمنا عطيناه دمنا بابا شيكور علم كبير مخبر علمك واو المهم خوتي رانا رانا نتورنيو تورنيو في فيديو جيمين تاع وائل وان شاء الله يعجبكم يا خوتي دوكا راح نسمعكم شويه من الموهبه تاعي يا طاهر يا رب شويه نسمعكم بسم الله حاول موسيقى ما بسرعة نقول لكم سمحونا يا خوتي ذكر روحوا البارك مول اللي معش بارك مول هو شي هو واحد المول هكا كبير واحد المول هكا كبير بزاف كيما كل لي سوبيرات بصح كبير بزاف اللي يجوا فيه فيه بابا 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 بيش بيش المهم غادي نلقاو فما و بيس يا خوتي ذكا رانا ناكلو بعقل بعقل ناكلو ومن بعد نروحو البارك مول شجعنا نلقاو فما شرباتي و يجي ليكم خاوتي اصغر صباط في التاريخ وصباط الكبير هذاك ولهي هذاك راني نعطيكم واو ليكم اكبر صباط 46 شو اكثر من وجهك في الطول اكثر من وجهك في الطول يا خاوتي دوكا راح نلعب شو هاي ليكم ناصح دوكا نلعب شو لعب شي شي شري تاع فامي خوتي رانا خرجنا من بارك مول بعدين خوتي في عند دروج باردة واحد برود واحد برود مخ يا خوتي رانا في البارك بارك تاع الصيف اللي راح يودو اكو انا والماما خاوتي لحديقة الحيوانات اوه كاين يا الدجاج هنا يا الطاوس وال الطاوس والغزال كيفاش حطوهم مع بعضهم
حياتي. سخنة ديالي حياتي. اه هذه السخانة ولا الصبر؟